سقطت 3 صواريخ على الأقل في العاصمة الأفغانية قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه بمناسبة عيد الأضحى وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات من بينها الأمريكية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول. وأضاف: أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة من العاصمة بناء على معلوماتنا الأولية، ولم يسقط أي ضحايا. ويجري فريقنا تحقيقات، وبعد الاعتداء بدقائق بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين. وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في كانون الأول. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.